جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صحيح أن الحائضة لا تلبس الحليب ولا تضع الحناء في يديها؟ غير صحيح، لا مانع أن الحائض تلبس الحليب وتضع الحناء في يديها، ولا بأس أن تتجمل وتتزين، لكن من غير تعرض للرجال وتعرض للفتنة، ولا تتزين عند الخروج من البيت ولا تظهر الحليب. أما أنها تتزين عند النساء أو عند زوجها فلا مانع من ذلك، سواء كانت حائضة أو غير حائضة.